دعوة للمغرب لمقاطعة القمة العربية بالجزائر. وفي التفاصيل، ففي ظل ازدياد الحملات المسعورة من قبل الإعلام الجزائري، خرج الصحفي مصطفى العسري في تدوين على حسابه بالمنصة الاجتماعية تويتر يدعو فيها المغرب إلى مقاطعة القمة العربية المقامة شهر نوفمبر القادم. وارتسم العسري كاتبنا: بالنظر إلى ازدياد حملات الإساءة إلى القيادة المغربية من دكاكين صحافة النظام العسكري، والتي لا يمكن أن تتخذ هذه الحدة دون ضوء أخضر من شرقارحة وأزلامه. وأضاف المتحدث بالقول: أتمنى من الدولة المغربية أن تتخذ قرارها بمقاطعة القمة العربية نوفمبر القادمة، فلا حضور لمنح الشرعي لنظام ضرب كل عرى الجيرة والأخوة التي تجمع بين الشعبين. وعلق أحد المتابعين: نظام الكابرانات يريد أن ينظم الجامعة العربية بينما سياسته تتجه نحو التقسيم وتجزئة، جامعة إيه يا أبو جامعة. بينما قال آخر: أفضل الحضور والقسم من هناك من عقر دارهما. وأنت عزيزي المتابع، ما رأيك في هذا؟ نشكركم على حسن المتابعة.